عدنا عن بعد نتعلم. مرحبا، اسمي أسامة صيابي، سأحدثكم اليوم عن الحجر الصلبة وغير الصلبة. هذا الحجر رملي، وهذا الحجر جيري، ولدينا هنا مجموعة من الأحجار الصلبة، وهذا الحجر الجرانيت، لدينا قطعة من الإسمنت، هذا أشبه الرمال، وهذا لونه ذهبي، ولدينا هنا ألوانها حمراء، وهنا لدينا الحجر الجرانيت لامع، وهذا لدينا قطعة من الإسمنت. سأبدأ بكسرها. هذا أقل صلابة، هذا أكثر صلابة، هذا أيضا، وهذا أيضا، وهذا صلب، وهذا صلب أيضا، وهذا أقل صلابة. ورحمة الله وبركاته معكم ملهم بن مار الله سليمان لغبالي، المقيد بالصف ثاني ثالث. درسنا لهذا اليوم الصخور. الصخور في سطح الأرض وباطن الأرض، والصخور تختلف بالحجم والملمس واللون. وهذا خشن. عدنا عن بعد نتعلم، نتحدى نتقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جينا بنت بدر المخمرية. اليوم أقدم لكم الصخور، هذه خشنة، هذه ناعمة ولكنها صلبة، وهذه تربية، شوفوا، وهذه خشنة لكنها صلبة. كل شيء فيه الأنواع، فيه لونها وشكلها. وشكرا.